أسير ابني. شو صار؟ شو هذا العبد عملي؟ ايه يا صار؟ الله أصلي طب يا شكرا ماشي يا حضرة المدير. اهدوا اهدوا شو صار؟ اهدوا شوي ما راح نتصرف عنك هني بابا. اطلعوا لبرا يا أولاد، يلا فتوا الغرفة بسرعة. بابا بترجاك فتح عيونك. راوية بسرعة اطلعي لبرا. استاذ 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 يلا 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 استاذ بابا عم يموت. استاذ ابني شو عملت؟ لبرا بسرعة اطلبوا لي الإسعاف. بابا أبي عم يموت. استاذ سليم ساعده الله يخليه. جابر بابا يلا يا بنتي يا ابني حبيبة سرعة. يلا يلا حبيبتي اختي راوية. راوية رأفت راوية انت بخير؟ خفت كتير. خلاص خلاص كله انتهى. لا تخافي لا تخافي لا تخافي بسببي كان رح يقتلون. الحمد لله. لا تخافي خلاص مشي الحال اهدي شوي. وين سليم؟ احكي سليم وين؟ بابا بترجاك لا تتركنا. افتح عيونك الله يخليك. بابا علي بابا بابا بترجاك. علي ابني استاذ اعمل اي شيء. خلاص علي قوم اهدى شوي هلا بيجوا الاسعاف. بابا بابا لك وين الإسعاف؟ بسرعة. ما كان بدي يصير هيك أمي. بعتذر. بعرف يا ابني بعرف. بابا بعتذر. علي علي خلاص رد علي. خلاص أمي. بابا لا تتركني لحالي وتروح. بابا لا تموت بترجاك. يلا جابر تحمل شوي كمان. يلا يلا تحمل. يا شباب وين الإسعاف؟ بابا بابا تحمل شوي. جابر جابر بابا بابا لا تتركني. بابا لا تتركني الله يخليك. الله يخليك قوم بابا. بابا قوم الله يخليك. أمي أنا ما كان بدي موت حدا. والله أنا ما كان بدي أزيهم. خلاص ابني خلاص لا تحكي شي. خلاص اهدى شوي. بابا افتح عيونك بترجاك. استاذ اعمل شي. خلاص امي علي اهدى شوي اهدى. بابا امي فايدك نزل على الارض بسرعة. ابني ماله مجرم ما كان بده يأذي حدا. بترجعكم لا تعملوا هيك. سيادة الضابط وين الاسعاف؟ رح يموت. خبرناه رح يجوا. بترجعكم لا تاخدوه. خدوه على السيارة بسرعة. مجرم حقير مجرم. علي اهدى ابني. خلاص خلاص امي. بابا بابا لا تتركنا. بترجاك بابا لا تتركني الله يخليك. علي بعد خليه يتنفس خلاص رح يتحسن. بابا شو صار معكم؟ اهدي اختي اهدي. وقفي ما فيك تفوتي. شو يعني ما فيني فوت؟ هاي الكل طلع. يا اخي ابني لساته جوا. بترجاك تركنا نفوت نشوفه. الاولاد قالوا انه سليم بخير. شكرا. شو هذا اللي عم تعمليه؟ اذا ما شفته بعيني انه ما في شيء ما راح اصدق عثمان افندي. بدي فوت. لو سمحتوا يا ريت ترجعوا لورا ولا تصعبوا علينا شغلنا. رفع يا حقير. لك رفع انا فرجيك. خلص رفع خلص خليني فرجيك. هالكلب بيمته راويه ما صار رجاء يتركني. لك يا رفع بعد تركوني. لو كان سليم فايرو شي صدقني كنت رح خليك تتمنى الموت. سمعت شو قلت؟ كنت رح أخليك تتمنى الموت. بابا بترشاك لا تتركني. خسر دم كتير لازم ننقله على المشفى. واحد بترشاك ورجعوا لي أبي. علي خلاص Oh.
أيها السلام يا حبيبي. أنا اشتريت البيت يلي عشتوا فيه مثل المشردين، وهي الطابة تبعه. أنا رح بلش بالشغل هون، وبهي الحالة رح كون قريب منك ومن أمك دائما. ابني ألف الحمد لله إنه ما صار له شيء. شو هالحظ هاد؟ إذا صار له شيء كل خططي رح تنتزع. ابني ابني انت بخير ما هيك؟ خير امي بخير. ما فيك شي؟ لا ما فيني شي بنوب. ابني ايديك في عليه هون دم؟ خلص خلص لا تقلقي، هذا دم جابر. على مهلا. والله كتير خفنا عليك يا أستاذ سليم، بس أنا كنت عارفان إنك رح تحل هالموضوع. تسلم. قلقتني عليك كتير سليم. أنا منيح ما فيني شي، رايح على المشفى مع جابر. ونحن رح نجي وراك ابني. دقات قلبها عم تضعف. الرصاصة أذيته كتير، بتمنى أنه يتحمل. لا تأكل هم علي، أكيد أبوك ما رح يتركك ويروح، ورح يجمع كل قوته ويقاوم مشانك. ما منقدر نساوي له شي غير أنه ندعي. أهلين أمي. شو يلي صار بنتي؟ قال هاجمين على المدرسة. هلأ سمعت من غيث. سليم كيفه؟ سليم ما في شي لا تاكلي هم، هو منيح بس جابر تقوص ووضعه خطير. قلتي لي تقوص؟ يا الله هذا يلي كان ناقصنا. شو أعمل؟ يعني بعد ما سارة تقبلت جابر ومشي الحال شوفي شو اللي صار معي. جابر لازم يعيش أمي، هلأ هو ورقتنا الوحيدة، كل شي متعلق بحياته. يعني إذا راح فما عاد فينا نبعد سارة عن سليم أبدا. انتي بالاول اعرفي لي وضعه، واذا طلب الموضوع منجيب له احسن الدكاتره. طيب امي انا لازم سكر روحي، منحكي بعدين. يلعن هالحظ. الحمد لله على السلامه. الحمد لله على السلامه، ان شاء الله باقرب وقت بيتعافى وبيرجع لك. تسلموا الله يخليكم. شد حالك ابني، بإذن الله أبوك رح يطلع من هذا الباب معافى وما في شيء أبدا. نحن كمان عم ندعي له. العائلة لازم توقف مع بعضها بمثل هيك يوم، لازم تكونوا كلكم سوا بهالفترة، وانت لازم تساعد أمك كمان. وإن شاء الله مع الوقت بس أبوك يتعافى ويطلع رح ترجعوا مع بعضكم من أول وجديد. إذا أمنا الرصاصة وضعه بصير خطير، ما فيني خاطر بالمريض، أحسن شي نستنى جراح العمود الفقري. لسه ما في خبر عنه؟ لا بنتي، عم نستنى الدكتور. إن شاء الله رح ينفذ. شدي حالك حبيبتي سارة، هلأ بتشوفي جابر رح يطلع من هالعملية وحترجعوا لبعضكن عن قريب.
دكتور بابا منيح؟ وضع سيد جابر صعب، الرصاصة قريبة من العمود الفقري ومشان نطالعها بدنا دكتور مختص. طيب وين الدكتور وإمتى رح يجي؟ هلأ في عنده عملية تانية، القرار عندكم، إذا بدكم فيكم تنقلوه لمشفى تاني، بس ما بنصح بها شي لأنه خطر على حياته. مو معقول بكل هالمشفى ما في جراح تاني يعمل له العملية. اهدي شوي، الدكتور ما حكى شي من عنده. لأنه هالموضوع مو من اختصاصي، ما فيني خاطر بالمريض، وانتو فيكن تنقلوه على مشفى تاني أو فيكن تلاقوا دكتور تاني يجي. هاي إمكانيات المشفى تبعنا، القرار عندكن، ولو ما انت عملت الإسعافات الأولية المريض ما كان راح يعيش لهلأ، أنت أنقذت حياته. استغفر الله، أنا عملت الشي اللي بقدر عليه، الحمد لله أنه لسه مكتوب له عمر. أختي أنا طالعة لبرا وبعد شوي بيجي. طيب قالوا أمي صار اللي خفت منه، لازم نجيب له دكتور بأسرع وقت. ما في بالمشفى غير دكتور واحد بيعمل هيك عملية، وهو عنده عملية تانية وهلأ وضعه كتير صعب. أمي لازم نستعجل، قال نقله لغير مشفى رح يكون خطير كتير. أمي أنا اتصلت فيكي لحتى تقولي لي شو بدي ساوي. طيب بنتي اهدي شوي بالأول، يعني مشان خطتي تنجح لازم جابر يعيش. أمي إذا جابر بيموت كل شي ساويته رح يروح على الفاضي. أمي ساوي أي شي بس لاقي لي دكتور. لك أخ بنتي معقول ما خطر ببالك؟ تتذكري حسيبة؟ هاي سهرة مدير المستشفى. إيه صح، أكيد إذا اتصلتي فيه رح يلاقي لك دكتور منيح. طولي بالك شوي، أنا رح أعطيكي رقمه فورا. لك أنتي ما في منك بكل الدنيا. ما رح تنفدي من جابر بهي السهولة ست سارة. أستاذ بابا بالغرفة جوا عم يموت، معقول نضل قاعدين هيك بدون ما نساوي أي شيء؟ إذا ساعدتنا سيد عزيز بكون ممنونتك. ووضعه مو منيح بنوب، هلأ هو بغرفة العمليات وعم يستنى دكتور، ما عنا وقت نضيعه. بتشكرك كتير سيد عزيز، يسلم. سلم على خالتي حسيبة. شكرا، بشوفك. علي أنا دبرت دكتور يساوي العملية، بعد شوي بكون هون. شكرا كتير أختي أسيل. شو هالحكي واجبي، المهم أبوك يطيب. ما رح أنسى هالمعروف أبداً. بتشكرك كتير أسهيل. سمعتي أمي؟ أبي رح يعيش، بتشوفي، بس ليطلع من هالعملية رح حطه بعيوني. إن شاء الله ابني، بإذن الله رح ينفد. منظر علي ما عم بيروح من قدام عيوني، نفسيته تعبت كتير يا حرام. ايه والله مو سهلة، الولد ابوه تقوص قدام عيونه وسارة كمان مزعوجة. الله يصبرن على هالمصيبة. ايه بس عن جد حلال عليه، هو زاد حاله قدام الرصاص لحتى ابنه ما يصير له شي. هيك الاب دائما بيضحي بحاله كرمال ابنه ما يصير له شي ابدا. بس بتعرفوا لو أنا في عندي ابن قبضاي مثله، إذا ما عملت هيك ما بكون رجال، ولك بعطي روحي مشان ابني وأنا مبسوط. ولك شو عم تقول؟ ضروري الواحد ينأذى يعني؟ لا تفاول على حالك. يعني إذا أنا متت بتزعلي علي يا بنت؟ رجائي اسكت بقى، عم تضايقني كتير. بلا سيرة الموت هلأ، لساتك صغير ليش لحتى تموت؟ بالله هو حكى كلمة، شو راح يموت فوراً إذا قالها يعني؟ ايه ها؟ وإذا عندك بنت شو بتعمل لكان؟ ايه كمان بفديها بروحي وأنا مبسوط. لسه عم يقول إنه بيفدي بروحه، أستغفر الله. إيه حاسة حالي رح طق وموت من كتر ما عصبتوني.
على أساس هنن اتجوزوا وصار في عندهم أولاد ونطوا قدام الرصاص حتى يحمون. ما شاء الله عليكم. أحسن شيء أطلب كاسة شاي لأروق. أختي سونيا، ممكن تطلبي لنا معك كاستين؟ حابب أشرب أنا وخطيبتي شاي مع بعضنا. أنتوا قرايبين السيد جابر؟ أنا ابنه، قولي لي في شي؟ لا تاكل هم الدكتور يلي طلبته إجا وبلش. إن شاء الله يقوم بالسلامة. أختي أسيل، مالي عرفان كيف ردلك هالمعروف؟ علي، ما في شي مستاهل أبداً، أي حدا بيعمل مثلي. هلأ لا تاكل هم هالشغلات وخلينا ندعي منشان عملية أبوك تنجح. جوعان علي؟ طبعاً، لأنه من الصبح ما نحاطط لقمة بتمه، رايح جيب له شي من البوفيه حتى يأكل. لا عمو عثمان، ما جاي على بالي شي. لازم تشد حيلك لحد ما أبوك يطلع من العملية، مشان هيك لازم تاكل. يلا اوعك تزعلي سارة، إن شاء الله كل شي رح يتحسن. شكراً إلك، يسلم. بعرف إنك عم تدعي مشان جابر يموت، بس لا كتير تنبسطي يا ست سارة، أنا ما رح أخليكي تنفدي، صدقيني رح ساوي اللي بقدر عليه. لك شو عم تقولي؟ فكرتيني قليلة وجدان مثلك لأتمنى له الموت؟ ما توقعت حقدك يوصل لهون، بس ما بقلك غير الله يهديك ويحسن أخلاقك. شش، لا تعلي صوتك أحسن لك. إيه ولا تنسي إنه هلأ كل شي بإيدي أنا. أسيل، نحن رايحين على البوفي، بدك تجي معنا؟ بروح معكن. بدك جيب لك معي شي ست سارة؟ لا يسلم. مرحبا. أهلين. قلنا قرايب من صاب جابوه لعندكم. وشو اسمه؟ جابر، جابر أزادي. هو هلأ بالعمليات. طيب قرايبينه وينهم؟ ممكن نشوفهم؟ على الأغلب هنن قدام غرفة العمليات، اطلعوا بالأسانسور بتلاقوهم بالطابق الثاني على اليمين. يسلم. الله يسلم. رأفت، بلا ما أجي أنا. شو هالحكي هاد؟ علي هلأ محتاجنا، يلا راوية. رأفت، ما رح أقدر أطلع، بترجى. أصلاً إذا شفتهم شو بدي أقول؟ بسببي هنن هون وأنا خجلانة من علي. علي هو أقرب رفيق إلنا، لحد هلأ نحن ما تركنا بعضنا. علي احتجلنا، معقول نتركه لحاله؟ أختي شو ما صار لازم نكون جنبه، بعد اللي صار نحن لازم نعمل معه الواجب ونردله المعروف. ليش جبتي هدول؟ لا تاكل هم، بس أنا لازم سلمكن أغراض المريض الخاصة لأنه ما لازم يبقوا معه، وبس العملية تخلص نحن فوراً منخبركم. لا تزعل حبيبي، بإذن الله أبوك رح يتحسن، شد حيلك شوي. كله بسببي، علي كذا مرة حاول يحكي معي بس أنا تهربت منه، لو أني كنت سمعانه يمكن كنت منعت تشيتيني من البداية، غرقت بمشاكلي وسرقتني مشاعري وأهملت الطلاب. يلا لشوف ابني. يلا هذا هو دخيل اللي خلقك، هذا هو اللعب يا علي. يلا برافو عليك ابني الأبضاي. يلا علي فرجيهم كيف اللعب. يلا أنا بالحقيقة من زمان سامحته لأبي يا أمي، بس كنت عم بتصرف هيك لأني خفت، كنت خايف إنه يزعلك ويرجع يعذبك مرة تانية فبعدت عنه. بعرف حبيبي، بعرف إنه أنت لسه بتحبه لأبوك. أمي، عم بدعي أبي ما يموت، أنا ما قدرت أقول له أني بحبه وسامحته. أمي بترجاكي شو أعمل؟ ما فيني أعيش من دون أبي أبداً.
أول ما بابا يفتح عيونه بدي أعتذر منه، وما عاد عامله بطريقة سيئة أبدا. ليش لهلأ ما عم يتصل؟ لك رح يجنني جابر. إن شاء الله ما يكون صاير شي لعلي. ممكن يلزموا دم أكتر من هيك، خبروا قرايبينه فورا. أنا راح أغسل وشي وإجي. طمني، خبروك شي؟ لساته بالعملية. بعتذر، بسببي أنا، أبوك تقوص كمان. أنت مالك ذنب بنوب راوية. ما حدا بيعرف إنه هيك رح يصير. أبي رح يتحسن، أنا واثق. قبل ما يجي على تركيا صار معه كتير شغلات، معذبينه ومقمصين عليه. هو حكالي كل شي، بس أنا ما رضيت صدقه. قلت له عم تكذب علي وغلطت بحقه. الله أعلم قديش زعل، وهلأ عن جد أنا خايف إنه يصير له شي وما أشوفه. لا تخاف، أبوك ما راح يصير له شي. هو مرق بشغلات أصعب وقدر يتحمل، وهلأ راح ينفوت. يلا قوم غسل وشك وصحصح. يلا يا ربي دخيلك. هلا ورايح متوظف بالمدرسة حارس أمن كمان. هيك بيعمل يلي بده يحمي ابنه؟ ولك يا غبي. يلا رد على التليفون، رد جابر رد. ليش لهلا ما رد على التليفون؟ ليكون صاير شي لعلي. يا ربي والله أنا رح جن. جابر يلا رد على التليفون، أنا رح جن. رد علي، تليفون أبوك عم يرن. صار شي؟ يا ريت تخبر والدتك، ممكن نحتاج لدم. مالي مطمن لوضعه. اهدى شوي، خلينا نخبر الخالي سارة. راوية أنت خليكي هون، إذا صار شي خبرينا. امشي. سارة، سارة أنت منيحة؟ ما فيكي شي ما هيك؟ علي، علي كيف؟ نيناتنا مناح وعلي هلأ فوق. حبيبتي سارة، خفت يكون صاير لكم شي، قلت لحالي بمرق لعندك.
وشفت المدير مع الشرطة فرحت حكيت الطلاب وسألتهم، قال في حدا تقوص، إن شاء الله الأستاذ سليم ما فيه شي. جابر تقوص، هذا الشي اللي بيستاهله، إن شاء الله بيموت هلأ وبترتاحوا منه من هالهم. شو عم تقولي هاجر؟ اللي عم تحكي عنه هو أبوه لعلي، ابني رح ينهار إذا صار شي لأبوه. بس يا سارة، هالزلمة بالفترة الماضية عذبكن كتير، وهلأ كمان عم يعذبكن بس بغير طريقة. بس ما بتمنى له الموت، قد ما عذبني بس أنا بحياتي ما تمنيت لحدا الأذى. انتبهي تحكي هالحكي قدام عليها. طيب أمي، طلعت الممرضة قال يمكن نحتاج لدم. يا رب بترجاك احمي جابر مشان ابنه، ولا تفرقن عن بعض، ولا تدوق عليها العذاب. علي، في شي اخبار؟ هلا طلعت الممرضة وقال محتاجين دم، وأنا خبرت أمي وهي راحت لحتى تشوف الموضوع، بس قال لسه ما احتاجه. علي، أنا بعتذر منك لأني ما سمعتك، لو أني كنت سمعانك ما كان صار اللي صار، وحتى هذا الكلام ما نو صحيح، لأنه شي اللي صار مكتوب، بس نحن منضل مسؤولين عن الشغلات اللي منساويها بحياتنا. بالنهاية ما في إنسان ما بيغلط. خلص لا تلوم حالك، أنت ما في منك أبداً أستاذ، وكنت توقف جنبنا على طول، أنت أنقذتنا من مصايب كبيرة كتير، وإذا أبي ضل عايش لهلأ فهذا الشي بيكون بسببك أنت أستاذ. بابا أبوك رح يعيش علي، لا تاكل هم، رح يطلع من هون عن قريب. من هلأ ورايح ما رح زعل أبي أستاذ، وما رح أتركه لحاله بنوب. أنا متأكد. رجائي شوف هالمنظر، كتير حلوة، بس بتلبق لي يا ترى؟ كل شي بيلبق لك يا سلطانة قلبي انتي، إذا عجبتك منجيبها دغري. عم تحكي عن جد مو هيك؟ يعني منشتريها؟ شو؟ عاشق ومعشوق؟ شو صار لكم عم تعملوا كل هالساعات؟ شو بدنا نعمل؟ تعي تعي عم نشوف هدول، ليكي بدلات عرايس. شو ما عجبتك؟ ليش انت بتعرفي قديش حقها لهي البدلة؟ ها؟ لك لسه سلة زبالة ما اشتريته، جايين تشتروا لي هالبدلة؟ ها؟ أخت سونيا، أنتي ليش عم تحكي هيك؟ يعني الحمد لله أنا شغلي كتير منيح، فينا نشتري كل شي لازمنا، مو؟ وبهالقرشين يلي عم تطالعون شو بدك تشتري حتى تشتري رجائي؟ اللي رح تشتري طقم مطبخ 36 قطعة؟ ولا تقومة شوك ومعالق؟ ولا أدوات المطبخ؟ ولا تقومة الطناجر؟ ولا مقال التيفال على القليل 3 قياسات؟ ولا طقم لغرفة الضيوف؟ ولا غرفة نوم؟ ها؟ ولا غرفة السفرة؟ بكفي بكفي لك، أنا هدول إذا ببيع حالي ما بشتريهم. لك هاي الشغلات ما منقول عنها خلصت إذا لبسنا الخاتم وبس. بس المرة يلي بدها ياني بتجي لعندي، مو مشان الشغلات اللي بلا طعمة، مشاني أنا. رجائي تعال هون. لوين؟ ليش زلت؟ ايه انا ما حكيت شي بنوب. عيدي نقبري هون. ليش عم تطلعي فيني؟ لك اختي والله عم بحكي هالحكي بس لمصلحتكن انتو. بابا كيفه؟ منيح؟
الحمد لله على السلامة، عملية أبوك نجحت. أمي سمعتي شو يلي قالوا؟ يلا الحمد لله على سلامته. وين زوجة السيد جابر؟ أنا زوجك اليوم رح يضل بالمشفى وبستخدوه على البيت، لازم تديروا بالكم عليه كتير، وقبل ما تطلعوا من هون أنا رح أقلك على التفاصيل. ممكن تشوف أبي؟ بعد ساعة أو ساعتين بياخدوه على الغرفة، وقتها فيك تشوفه، بس كمان ما فيك تتعبه. طيب بتشكرك على كل شي عملته. طيب بترجاك سامحني بابا، أنا كتير بعتذر على يلي عملته معك. صدقني أنا بحبك، صحيح أني زعلت منك كتير بس لساتني بحبك. أنا بس حبيتها وذنبي هو الحب، بس هذا الحب كان عم يعذبني إلي وبس، كان كله مرار وما في شي حلو. ما عم أقدر صدق إنه ما حبتني، ما عم بقدر صدق إنه ممكن تتغير بهالسرعة. جدي بعتذر مرة تانية على اللي صار، وهلأ عن إذنك أستاذ. ماشي جدي، بس ما عاد بدي شوفك حوالين راوية مرة تانية. ماشي أنا مستحيل إني أتركها، أصلاً اتنيناتهم رح يموتوا. اسمعني تشيتي، غلط يلي عم تعمله، انت شاب منيح ولك مستقبل. لهيك انتو طالعتوني من المدرسة. كله بسببك، كله بسببك. لأمتى رح تضل هيك يا سليم؟ لأمتى؟ تذكر مين انت، انت مانك من هدول الناس، مانك من يلي بيتركوا حالهم لمغامرة قلب ما منه فايدة، وما فيك تكون هيك. أنت منيح جابر؟ اللي موجوع؟ أنا منيح. مو أنتوا قاعدين جنبي أكيد ما رح يصير لي شي. طول الليل نايم جنبك، كان خايف إنه يصير لك شي وصار يبكي. ابني الأبضاي، أنا رح فيقه ليشوفك. علي قوم. لا تفيق، لا تفيق، حرام.
خليني اطلع عليه. أنت مو هيك يا سليم، أنت مانك هيك. توازن بقى. ألف الحمد لله، أنا في عندي ولد بيرفع الرأس. لما الدكتور مبارح قال له أنت يلي أنقذته، لو تعرفي قديش انبسطت. مزبوط جابر نط قدام الرصاصة، بس سليم البطل. أصلاً لولا كان جابر هلأ مات وشبع موت. حتى سليم هو اللي أقنع تشيتين يتركون وأخذ السلاح من إيده. طبعاً هاد ابني البطل. أنا ماني بطل ولا شيء، بالعكس هالشي صار لأني ما اشتغلت شغلي صح. شوفي قديش متواضع، انت بتشتغل شغلك صح وما بتأثر بنوب. طيب ليش عم تلوم حالك سليم؟ مو انت اللي فوتت الولد وعطيته السلاح؟ كل هالشي صار بسبب جابر، هو حارس الأمن عندكم بالمدرسة، والولد فات لهونيك برياحته وما حدا حس عليه. صح، مو أنا اللي عطيته السلاح، بس ما قدرت امنعه يستخدمه. أنا أستاذ الإرشاد بالمدرسة، وأنا اللي مسؤول عن كل شي سيء بيصير هنيك. ألف صحة وهنا. أستاذ، بابا طلع من المشفى، الدكتور قال خلوه يرتاح شوي، نحن رح ندير بالنا عليه ليرجع مثل قبل، مو هيك أمي؟ يسلموا يا أستاذ، بفضلك أنت أنا عايش هلأ ورجعت لعائلتي، صرت مديون إلك بدين كبير. أنت مانك مديون، الله هو اللي كاتب لك عمر، أنا بس كنت وسيلة. الحمد لله على السلامة. الحمد لله على سلامته، أهلا وسهلا فيكم. تسلمي خالتي، شكراً. يلا بابا. يلا. بسبب هالموضوع صرت أعمل كل شي غلط يا عمي، حاسس حالي مثل الضايع. هنن صاروا عيلة، بس أنا ما رح أتحمل شوفهم هو وياها كل يوم مع بعض. أنا لازم قيم هالموضوع من قلبي وعقلي بقى. مع الأيام أكيد رح تتعود يا ابني، بس أنت هلأ لازم ترجع وتركز بشغلك وعبي قلبك بالمحبة مثل الأول. إذا حبيت شغلك فساعتها ما رح يضل مكان لشي تاني أبداً، وبترجع طبيعي وبتنسى كل شيء. معك حق عمي، بس أنا ما بقدر أنسى محبتي لقلب بسهولة. شو عم تحكي أنت يا سليم؟ إذا ضليت عم تهلوس طول الوقت وتقول بدي أخلص من هالحب رح تتذكر أكثر. مثل ما عم لك، خليك مركز بشغلك، لازم تشتغل ليل نهار وتركض لتدير بالك على هالشباب، وقتها هالمحبة رح تنمسح من قلبك وتروح لحالها. في عندي حل عمي كامل، في عندي حل، وبعرف شو اللي لازم أعمله.
ايه يمكن من شي صدقة دافعينها الله حملنا ابننا. ايه نعم. ايه الحمد لله كل شي بيصير لخير. وقت جابر انصاب صار علي يقول بابا لا تتركني. ايه هو بيضل ابوه بنتي، والضفر ما بيطلع من اللحم. ها وهي سليم اجا. اهلا وسهلا ابني. اهلا وسهلا سليم. اهلين فيكم، صحتين وهنا. بصراحة أنا في عندي شيء بدي أقولكم إياه. خير إن شاء الله. وشو هو هالشي؟ هات لنشوف سليم. أنا أخذت قرار وحكيت مع حدا مشانه. أنا قررت سافر. ما بعرف وين بالضبط، بس يمكن رح كمل شغلي بإفريقيا.